السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ما زال الانتصار يستمر لرحلة قام بها سيد الشهداء نصرة للحق ونصرة للإسلام ونصرة للإصلاح. من التحق بنا فقد استشهد، ومن لم يلتحق بنا لم يدرك الفتح. ها هو الفتح الذي نشاهده بين الحين والآخر مع مسير الزائرين، تلك الخطوات الطيبة المباركة نحو كربلاء الشهادة في الصبر والثبات. أرحب بضيوفي الأكارم سماحة الشيخ خالد الدراجي الباحث في الفكر الإسلامي، أهلا ومرحبا بك، حياك الله. السيد حامد النوري دكتورنا، أرحب بك ضيفا كريما. حياك الله دكتور، الله يسلمك. أبتدي مع سماحة السيد، اليوم عندما نريد أن نتكلم عن هذه الواقعة وعن انتصاراتها لابد أن نستذكر ميزان أهل البيت، ذاك الميزان العظيم، ولنا أسوة في محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. انطلاقا من قول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، سيما نعيش هذه الأيام المسيرة الأربعينية لزيارة أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، كما ورد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمسة، منها زيارة الأربعين وصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين. انطلاقا من هذا القول المبارك علينا أن نركز على مسيرة أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا نعيش هذه الأيام المسيرة المليونية التي تتوجه نحو قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكيد بلا شك ولا ريب أننا علينا أن نركز على جملة من الأمور المهمة التي تجلت بثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سيما الصبر والإيثار. جميل. ومن الصبر والثبات ننتقل إلى سماحة الشيخ خالد الدراجي الباحث في الفكر الإسلامي، ورحب بك ضيفا كريما. حياكم الله دكتور. ذكرى أهل البيت تتجدد، فكما قال الشاعر كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر الزمان ذكره يتجدد. أحسنتم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر، ونحن نعيش في هذه الأيام أيام ذكرى انتصار الدم على السيف. والحقيقة مدرسة عاشوراء هي مدرسة متجددة. لماذا هذا التجدد في هذه المدرسة؟ جميل. حينما نرجع إلى كثير من الثورات التي قامت، نجد أن هناك ثورات كانت لأجل مصالح دنيوية فلا يعد أن يكون لها ذكرا في التاريخ، ولكن لو رجعنا إلى ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لوجدنا أن هذا التجدد مفاده إلى الأهداف التي رفعها الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، هذه الأهداف بقيت خالدة، هي التي سببت ديمومة هذه الثورة المباركة على اعتبار أنها تحققت. نعم تحققت، لأن كما أشرت أنت في المقدمة حينما كتب كتابا إلى بني هاشم، أما بعد فمن لحق بي فقد استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. جميل. بينما نجد أنه أين الفتح؟ نجد أن في ظهيرة عاشوراء كانت هناك مجزرة حصلت بحق الحسين وعياله وأهل بيته. فما هو الفتح الذي أشار إليه الحسين سلام الله؟ الفتح هو أن الأهداف التي خرج من أجلها الحسين سلام الله عليه تجددت وكانت مصداقا على أرض الواقع، ولو بالمنظور في المستقبل، ولو بالمنظور يعني نعبر عنها بالنظرة و الاستراتيجية في أهداف ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلى الآن نجد هذه الأهداف حية موجودة مع الضمائر. جميل. الحية والغيورة. ومنها الثبات، اليوم الثبات على المبدأ،
سماحة السيد الإمام الحسين عليه السلام، علمنا الثبات على العقيدة، فهمنا أن هذا طريق الحق اسلكوه وإن كان قلة من سالكيه، فلا بد للحق أن ينتصر ولا بد لقضية الإصلاح وديمومة أن تنتصر. اليوم نعيش مصادق يمكن لا تعد ولا تحصى، تجسدت في ثورة عاشوراء، من جملتها ما تتعرض إليه البلدان الإسلامية وما تتعرض إليه أهلنا في غزة، يذكرنا بالمصاب أو البلاء الذي تعرض له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في هذه المسيرة نوجه برسالة إلى كل زائري الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، أن لا ينسوا أهلنا في غزة في الدعاء، لأنهم يمرون في أسوأ الظروف وبمسيس الحاجة إلى الدعاء، لعل الله تبارك وتعالى يفرج عن هذا الشعب المظلوم. أيضا شاهدناها بالمسير إضافة إلى تلك الرايات التي تحمل سلاما منها البيضاء، وإن كانت حمراء تحمل الدم ولكنها أيضا تدعو للسلام. إضافة إلى العالم العراقي شاهدت كثيرا من الأخوة الزائرين وهم يحملون راية ثبات لنصرة إخواننا في من الشعب الفلسطيني على الصهاينة وغيره. هذا يذكرنا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى في يوم عاشوراء لم يكن طالبا للحرب، وهذا يعني واضح وجلي في كل الروايات التي تشير إلى يوم عاشوراء. ماذا كان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يدعو إلى السلام، كان يدعو إلى السلم، كان يدعو إلى التفاوض من أجل أنه إحقاق الحق وبيان الحقيقة، ويريد أن يبعد الحرب، ويريد أن يبعد عن كلا الطرفين بلا يعني شك. يعني جعل من ذاك السهم المسموم وصل إلى جيش الحسين، قال هذه رسل القوم قد بدأت إليكم. هذه رسالة واضحة سماحة الشيخ، لما تفضل سماحة السيد، أن خط الإمام الحسين هو خط سلام. لذلك اليوم نجد العراق هي قبلة لجميع من يعشق السلام وجميع من يعشق الحرية، ليس فقط من المسلمين، إنما أصبحت قضية الإمام الحسين هي قضية عالمية. نعم أحسنتم. لاحظ أنه كلمة السلام هي كلمة يعني فضفاضة، يعني إذا وصل الإنسان إلى حد الخضوع فهذا أيضا من ضمن مفردات السلام. أهل البيت سلام الله عليهم، هذا السلام اللي المقصود، الإمام سلام الله عليه أقام الحجة على معسكر يزيد وذكرهم وبين بأن هؤلاء يريدون منه البيعة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. يعني السلة سل السيوف والقتل، والذلة القبول بالبيعة. فهل نستطيع أن نقول هذا سلام؟ يعني الإمام سلام الله عليه عقد معاهدة السلام مع يزيد. في هذا الظرف لا يمكن للإمام المعصوم أن يتنازل عن المبادئ. خلينا نبقى مع المبادئ، وكيف الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يوصل لنا تلك الصورة الجميلة في جمالية الموت، خط الموت على ابن آدم من خط القلادة على جيد الفتاة. مشاهدين الكرام، كونوا معنا مستمرون مع الصبر والثبات في رسالة الإمام الحسين عليه السلام بعد الفاصل. أهلا بعودتكم مشاهدينا الكرام، لأنه الحسين صبر وثبات، نتواصل مع فضيلة الشيخ خالد الدراجي. أهلا ومرحبا بك، ورحب أيضا بسماحة السيد حامد النوري. أهلا ومرحبا بك. أعود مع سماحة الشيخ بعدين، أرحب بالزميل مراسلنا في شبكة الإعلام العراقي من محافظة بابل زين العلي. أرحب بك زين، اليوم نشاهد لقطات كريمة تسمو بالسلام، كل محافظات بلدنا العزيزة مستعدة لاستقبال الزائرين، ما هي خطة مدينة هذه المدينة وهذه المحافظة محافظة بابل لاستقبال الجماهير
الغفيرة من كل بقاع الأرض، حيث يمرون في بابل ومتوجهون إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين ومن ثم إلى كربلاء. تفضل زين. نعم زين. تحية طيبة لكم زملائي في الاستوديو، وتحية لكل مشاهدي قناة الحبيبة. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. نعم، بابل ومنذ الأول من صفر تستعد بخطة أمنية وخدمية وضعتها السلطة الأمنية العليا في محافظة بابل، متمثلة بمحافظ بابل ومجلس محافظة بابل. أيضا قيادة شرطة بابل كان لها دور كبير في وضع خطة أمنية وتوزيع عناصرها داخل ووسط المدينة وشمال المدينة وجنوبها. هنالك الشرطة الاتحادية تمسك شمال بابل، أيضا قيادة الرد السريع تمسك جنوب بابل. هذه الخطة كثيفة لكن مرنة، أيضا المواكب الحسينية، فمنذ الأول من صفر وإلى هذه اللحظة جهزت جميع لوجستياتها ونشرت صادقاتها في أماكن مختلفة لخدمة الزائرين الوافدين. اليوم 12 من صفر قد بانت ملامح الزائرين في محافظة بابل. راح نتجول بين هذه الجموع الوافدة من وسط و جنوب محافظة عبر بابل، أو من الوسط والجنوب عبر بابل وصولا إلى كربلاء المقدسة. ونبدأ مع الحوزة الدينية اليوم من النجف الأشرف المتواجدين في طريق الزائرين لنتعرف على ما يقدمونه من خدمات. السلام عليكم، حياك الله شيخ. سيدنا الله، عليكم السلام، شلونك سيدنا، شلون أخبارك؟ الله أهلا ومرحبا سيدنا. شلون الخدمات وما هي خدمات اليوم اللي تقدموها للزائرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واقعا أنتم تعلمون أن موسم الأربعين هو موسم تبليغي مهم، موسم لنشر الأفكار الدينية، موسم لتثقيف الناس على المستوى الديني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى التربوي وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس تنتفض الحوزة العلمية بجميع طلبتها الأكفاء بالانتشار على جميع طرق الزائرين، طريق البصرة، الديوانية، السماوة، بغداد، ومن هذا الطرق هذا طريق الحلة. ونحن ايضا في مؤسسة المصطفى للإرشاد والتبليغ والتوعية الدينية على هذا الأساس وتحت هذا الإطار هنا نعمل. يعني كيف تجد توجه الشباب ووعيهم، تأثير هاي الرسالة اللي تنقلوها انتم لهم خلال هاي المسير زيارة الأربعين؟ واقعا انت الآن لو تجلس هنا في ساعة او ساعتين تسمع هموم الشباب ومشاكل الشباب او هموم ومشاكل العوائل، خصوصا كثرة حالات الطلاق وما شابه، هاي المشاكل العائلية واقعا تحتاج إلى تصدي حقيقي، يعني ليس فقط من الحوزة العلمية إنما من كل الجهات المعنية بالتصدي من أجل دفع هذه المشاكل الموجودة الآن في الشارع. فعموما نحن الآن هنا نجيب عن الأسئلة الفقهية وعن الأسئلة العقائدية، عن مسائل الشبهات المهدوية والمدعين لهذه القضية المهمة، إضافة إلى هذا شؤون الأسرة. هنا عندنا أقوى قسم وأكثر سؤال يأتي أو أكثر الأسئلة التي تأتي على شؤون الأسرة. شكرا لك سيدنا، خدمتكم. نعم حبيبتي المشاهدين، مستمرين في جولتنا بين هذه الجماهير التي مثل ما ذكرت بدأت اليوم تبان ملامحها، هنالك أعداد ليست بالقليلة. أغلب الزائرين يقصدون أو يتوجهون في المسير ليلا لغرض الوصول إلى كربلاء المقدسة في ظل الأجواء التي تكون معتدلة في هذه الساعات. نلتقي ببعض خدمة المواكب الحسينية لنتحدث عن تفاصيل المواكب وإمداداتها واستعداداتها وما تقدمه للزائرين. السلام عليكم. السلام عليكم، شلون أخباركم؟ حياكم الله. الله يحفظك. تعرف حضرتك؟ أحمد مرداني حبيب. اليوم شنو الخدمات اللي تقدموها للزائرين؟ الحين الخدمات هو ريوق وغدا وعشاء. وكل شيء متواجد الحمد لله وشكر، عصاير وماي بارد والحمد لله وشكر. حبيبنا سلام. أي عباس. أنت من خدمة الموكب؟ إن شاء الله. يعني من أي يوم بدأتم تقديم الخدمات للزائر؟ قبل توزيع الحقيقة تقريبا قبل 6 أيام 7، يعني بلشت المشاية واليومية سويت 3 وجبات، ريوق وغدا وعشاء، زادة الشاي ومي البارد العصير بأنواعه والحمد لله وشكر. أعداد الزائرين اليوم كيف تجدوها؟ اليوم قاعد زود
يعني هاليومين شوي نشوفها صارت ثقيله. اليوم انتم تقدرون تعرفون اعداد الزائرين من خلال المواد اللي تستهلكوها اكيد. اي والله مواد رحمن، بس يعني صرف هواي ما نقدر، كلها خير زين ان شاء الله. المسير اليوم يكون كثافته ليلا نهارا؟ والله تقريبا لحد 12 وحده بالليل نقطه. زين اذا كنت تسمعني حبيبي. اهلا وسهلا. نعم ايضا زين دار زين الصحة ابقوا وياي. نعم لديها. نعم زين. اسمعك زين اذا كنت تسمعني. خلي نرحب بزميلنا العزيز استاذ مؤيد، وهو من بين حرمين طيبين طاهرين ما بين قبر ابي الفضل العباس عليه السلام وقبر الحسين عليه السلام. رساله جميله استاذ مؤيد دوما ترسمها انت وجميع الاخوه الموفدين في قناه العراقيه من بغداد، الف تحيه لهم على ما ينقلون في الصباح وفي المساء هذه الجهود الكبيره. حدثني اليوم عن هذه الليالي الأليمة مع اقترابنا إلى ليلة الأربعين. هناك الزائرون يجدون كل ما يريدون في كربلاء الشهادة. نعم مويا. نعم دكتور، مساء المحبة والاحترام، مساء الشهادة والعنفوان، مساء العطاء الكبير الذي قدمه الإمام الحسين وأهل بيته الطيبين هنا في كربلاء العطاء المقدسة. دكتور، هنالك توافد كثيف وكبير صوب المرقدين المقدسين للإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس لإحياء ذكرى أربعينيته التي تتجدد في كل عام، وفي كل عام هنالك صور جديدة من العطاء والمحبة والسلام ترسلها هذه الوفود الزائرة التي تأتي من داخل وخارج العراق. هنالك صور جميلة ترسم في كربلاء على مدار الساعة، هنالك مواكب كبيرة وكثيرة تأتي من داخل وخارج العراق، هنالك زحف مليوني يتجدد ويزداد في كل عام. دكتور، هذه السنة وفي هذه الحلقة تحديدا وفي هذه الساعة دعنا نسلط الضوء على قسم مهم من أقسام العتبة العباسية المقدسة التي تقدمه للزائرين الكرام، بعيدا عن الأمور الكثيرة التي يقدمها من القضايا الفكرية والإرشادية والموعظة التي تقدم في المواكب الحسينية. هنا ينضم معي الأستاذ ماهر المياحي، مسؤول أو عضو في قضية الإرشاد، إرشاد التاهين. أستاذ ماهر، عرفنا بنفسك والمكان الذي تعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر خالد، عضو في لجنة مراكز إرشاد التاهين المفقودين. شكرا لكم بداية ولقناتكم الموقرة لنقل هذه الزيارة المباركة المليونية، وهي حدث عراقي بامتياز، وسيسطر إن شاء الله العراقيون في هذه أجمل الصور لخدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وخدمة أبي عبد الله الحسين من خلال النشاطات والخدمات التي ستقدم خلال هذه الفترة للزائرين الكرام. طبعا لدينا عدة نشاطات من نشاطات العتبة العباسية المقدسة، وكان هناك دعم كبير من الأمانة لمراكز إرشاد التائهين والمفقودين، وهذا البرنامج مثل ما تعرفون من البرامج النوعية التي تعمل على إرجاع الزائر خلال هذا الكم الهائل والزحم الكبير، لإرجاع الزائر المفقود إلى ذويه بأقل وقت وبأسرع وقت وأقل جهد. طبعا كم نعم كم قسم موجود أو كم نقطة كم مركز في داخل المدينة وخارج؟ طبعا توزعت النقاط على المحاور المؤدية إلى كربلاء، بابل والنجف وبغداد، وأيضا هنالك نقاط داخلية داخل مركز المدينة. هنالك أكثر من 42 نقطة موزعة على المحاور المؤدية إلى كربلاء، إضافة إلى فرق جوالة لإيصال الزائرين الكرام المفقودين من نقطة إلى أخرى، وكذلك في النقاط الجوالة لداخل مركز المدينة. طبعا أكثر من 10 جهات مشاركة في هذا البرنامج، منها العتبات المقدسة العلوية والحسينية والعباسية، وهنالك برنامج معد لتسهيل هذه العملية لإيصال الزائر إلى ذويه. إضافة إلى ذلك هنالك أكثر من جهة من خارج العتبات المقدسة، هي مديرية شرطة الطاقة والاتصالات والصحة والطوارئ، وأيضا هنالك خطط وقائية لهذا البرنامج
نموذج منها هي تطبيق حقيبة المؤمن، تم إنزال خدمة إرشاد التائهين وتسجيل أسماء ذوي الأولاد وكذلك الكبار السن في هذا التطبيق، وفي حال يعني فقدانه خلال الزيارة خلال ثواني دقيقة مباشرة سيتم تسليمه إلى ذوي. إضافة إلى ذلك هناك مراكز منتشرة لقسم المخازن في العتبة العباسية لتوزيع الإسوارات التعريفية للعاجزين وكبار السن وكذلك الأطفال أيضا كخطة وقائية في حال فقدانه مباشرة المعلومات المتواجدة في إسوارة، مباشرة أي أحد ممكن يتصل بذويه ويصل الزائر، هذه كخطط وقائية. إضافة إلى ذلك هناك برنامج مركزي لقسم الاتصالات وشعبة الاتصالات في العتبة العباسية، هناك جهد كبير للسيطرة المركزية، وهذه السيطرة يعني مرتبطة بجميع هذه المراكز من خلال السيطرة المركزية تدير هذه العمليات بسرعة فائقة جدا وإيصال المفقود إلى ذويه بأقل وقت وأقل جهد أيضا إن شاء الله. طبعا طلبة الجامعات هم الذين يشغلون هذه المراكز، من كل العراق مشاركين معنا كطلبة جامعات لديهم خبرة متراكمة في كيفية إيصال المعلومة إلى الزائر الكريم أو إلى السيطرة المركزية من خلال تدريب على برق المعلومة بالطريقة، اسم الزائر وعنوانه وملابسه وكذلك المكان اللي فقد به واستلام والتسليم من خلال أيضا مجموعة من الجوال من طلبة الجامعات. طبعا هناك أكثر من 450 متطوع من طلبة الجامعات العراقية والمتطوعين موجودين ليشغلون كمحرك لهذه المراكز، وكذلك أيضا لدينا نشاطات ومحطات ثقافية ضمن الموكب العام الثقافي للعتبة العباسية أيضا منتشرة على ثلاثة أماكن وثلاثة مواقع، موقع نجف، النجف الأشرف في بوابة جامعة العميد، وأيضا في مجمع العلقبي مقابل جامعة كربلاء، وأيضا في مجمع الشيخ الكليني أيضا لدينا مركز ثقافي وموكب ثقافي. هذه المواكب وهذه المراكز هي تعمل على تغذية الزائر الكريم الفكرية والثقافية والقرآنية. مثل ما تعرفون هناك كثير من الخدمات التي تقدم بالطريق الإمام الحسين عليه السلام، لكن تفردت هذه المواكب بتنوعها الثقافي. فلدينا محطة قرآنية لتعليم القرآن الكريم وكذلك تصحيح قراءة سورة الفاتحة، ولدينا محطة للتعايش السلمي، وهذه المحطة كل سيشارك بها اليزيدي والمسيحي والكردي والصابئي والشبكي. نعم مؤيد، نعم دكتور مؤيد، يعني اليوم من خلال هذه الكلمات الطيبة للأخ، على الرغم أنه يعني مسؤولية كبيرة يقوم بها قسم إرشاد التائهين، لأن هناك أقسام يعني قد نوه عنها والأجمل منها، يعني أتمنى تبقون معايا يعني سماحة الشيخ يريد يعلق على هذه المسألة، مواكب كثيرة ليس فقط تغذي الطعام والشراب، إنما تغذي الفكر، تغذي العقل، تغذي الإجابة عن جميع الشبهات اليوم التي تعترض على المنظومة الإسلامية الموقرة. أحسنت. طبعا أن مشروع زيارة الأربعين قد أسس له أهل البيت عليهم السلام، والحقيقة وإن كان ضروري قضية توفير الطعام والشراب، ولكن هناك غايات أكثر، وخصوصا يعد زيارة الأربعين مهرجان عالمي. الآن بعد سقوط النظام أصبحت زيارة الأربعين زيارة عالمية يأتي إليها من جميع الآفاق، حتى أنه أنا عثرت على رواية للإمام الرضا عليه السلام يقول أنه سيأتي زمان يسار إلى الإمام الحسين من الآفاق يسار إليه، وهذا الأمر ما تحقق. أيضا ستنصب راية في كل بلد أو في كل نشاهد، يعني هذا واضح نشوفه يوميا. الله يحفظكم. فتشوف الآن لما صار الأربعين مهرجان لابد أن الحوزة العلمية تأخذ دورها في زيارة الأربعين. جميل. لابد أن المؤسسات الدينية تأخذ دورها في زيارة الأربعين، لأنها أصبحت مهرجانا. جميل. طريق هذا طريق الزائرين. جميل. تجد فيها إذن دور كبير للمؤسسة الدينية اليوم تقوم به، إضافة إلى كثير من الأخوة طلبة العلم أشاهدهم ينقلون الطعام بأيديهم، وهناك جانب آخر منبر حسيني له أهمية كبيرة في توظيف المعلومة، توظيف القراءة السليمة، توظيف الأحاديث التي تدعو إلى حب الوطن، توظيف الأحاديث التي تدعو إلى المحبة، إلى التعايش، مثل ما تفضل به الزميل مؤيد الفرطوسي.
من خلال مشاهدتنا للواقع حال الزيارة حقيقة، تشوف الأدوار موزعة كالآتي: تشوف خدمة الإمام الحسين عليه السلام كل يعمل على شاكلته، دور الحوزة العلمية في التبليغ هذا جانب جدا مهم لإعداد وتنظيم الزائر قبل أن يصل إلى كربلاء. تعرف أنت هنالك أمور كثيرة يستحب أن يؤديها الزائر، لربما يكون الزائر جاهل عن بعض الأحكام الشرعية، فدور رجل الدين خصوصا رجال الدين اللي هم مكلفين بالتبليغ خلال مسيرة الأربعين، يعني من البصرة إلى كربلاء، تشوف هنالك محطات حقيقة وكابينات لو صح التعبير لرجال الدين، هؤلاء يعطون الإرشادات لكل زائر حتى يكون الزائر منظما ويأتي إلى قبر أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، وتكون زيارة هذا الزائر فعلا هي زيارة يعني مقبولة، وأيضا يساعد على التنظيم. يعني أحيانا نحن نشوف خطباء المنبر هنالك ثمة رسائل توجه إلى السائرين إلى كربلاء، يعني مثلا عدم المزاحمة، عدم الاختلاط، عدم يعني إعداد الفوضى في أماكن توزيع الطعام وما إلى ذلك. تجي إلى يعني المؤسسات الأخرى، المؤسسات الطبية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الخدمية، شوف كل هذه الأدوار موزعة، وهي ما تأتي عن فراغ بل جاءت عن طريق الإعداد والتنظيم. وكذلك نأمل أن يكون هنالك تعاون من قبل الزائرين، يعني الزائر أيضا يكون متعاون مع الأجهزة الأمنية، هم كل سنة يكون رسالة واضحة وواعية. نعم. الجمهور الحسيني اليوم يعطي رسائل كبيرة للوعي ويعطي رسائل واضحة للتعاون ما بينهم وبين أخوانهم. نعم، لأن هنالك إعلام دكتورنا الكريم. طيب. هنالك إعلام، لابد لنا أن تصل هذه الصورة، هذه اللوحة في كربلاء بأبهى صورها، لكي نبين للعالم أننا أتباع لآل البيت، وهكذا هي زيارة الأربعين بهذا الشكل المطلوب. تحقق الأهداف من ضمنها الثبات على العقيدة. اليوم الكثير من الزائرين يدعون الله سبحانه وتعالى أن يثبت قواتنا وحشدنا والجيش العراقي الباسل وكل العشائر الكريمة التي الآن على رغم الجو الحار هم يقاتلون ويدافعون وعلى السواتر. منهم أنا يعني اتصلت بأحد الأخوة يبكي لأنه لم يستطع أن يزر الحسين، ولكن زميلي السيد جليل قال إنكم أعظم أجرا منا. اليوم هنا المسير نحو الحسين عليه السلام يعطي عقيدة وثبات كما أعطى لجون وأعطى للحر وغيره من تلك الأسس الشجاعة التي قاموا بها. أحسنتم. يعني نوجه تحية إجلال وإكرام حقيقة للقوات الأمنية وللحشد الشعبي المرابطين للدفاع عن ثغور العراق، وكذلك أيضا اللي يساهمون في توفير الأمن في طريق الزائرين إلى كربلاء المقدسة. وحقيقة الأمر نحن نفرح حينما نجد هذا الثبات لدى قواتنا الأمنية، لدى الحشد الشعبي، هذا الثبات حينما نرجع إلى أصوله حتما هي المدرسة الحسينية. المدرسة الحسينية معطاءة، يعني الحسين سلام الله عليه كان ممكن أن يبايع ويكتفي بأن يكون إماما للجماعة وأن يصلي جماعة ويأخذ استخارة للمؤمنين ويعطوه راتب شهري أو سنوي، ممكن كان الحسين ممكن، ولكن كم سيعيش الإمام سلام الله عليه؟ راح يكون في طي النسيان. ولكن الإمام سلام الله عليه آثر على نفسه بأن يضحي لأجل هذه العقيدة. الإمام سلام الله عليه وأهل البيت عليهم السلام لما مثلا يضرب الإمام ويقول فزت ورب الكعبة، يعني معناته أنه ما دام قد ذهب وهو على المبدأ، هو هذا اللي حقيقة الإمام سلام الله عليه الثبات على المبدأ. نعم، الثبات. الحسين عرضت عليه مغريات، مو بس الحسين، أصحابه العباس بن أمير المؤمنين، خوف هذول أقل خلينا نقول عن دور المعصوم الإمام الحسين. العباس سلام الله عليه عرضت عليه الدنيا، كان شابا عمره الاعتبار لا أخو أخواله أيضا موجودين. نعم، عرضوا عليه الأمان ولم يكتفوا بذلك. تدعوني إلى أن أتخلى عن الحسين ولم يكتفوا بذلك. ذلك كانت الجائزة العظيمة سماحة سيدنا، أقرأ للإمام زين العابدين عليه السلام في فضل أبي الفضل العباس، يقول يغبطه
أن للعباس بن علي منزلة يربطه بالشهداء، يعني حتى سيدنا حمزة جميع شهداء بدر يغبطوه على هذه المكانة التي نالها، وهي جزء من الثبات على العقيدة والثبات على محبة الإمام الحسين عليه السلام. نعم الأخ المواسي لأخيه. نقرأ في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، يعني نأمل أن تكون هذه العبارات مؤثرة بكل إنسان زار حينما يقف عند أبي الفضل العباس سلام الله عليه ويقرأ زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هنالك خلافات أحيانا تصل إلى حد يعني الانقطاع، فحينما أقف عند أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأتذكر موقف أبي الفضل العباس صلوات الله وسلام طيب مع الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني كل معاني الأخوة أن أراجع نفسي تجسد به كل كيف معاني الأخوة، كيف كانت علاقتي مع أخوتي، كيف كانت علاقتي مع زملائي مع أصدقائي. هذه رسالة أيضا مهمة نعيشها في كربلاء في كربلاء الإمام الحسين رسالة الشباب الواعي اليوم. نجد شباب واعي أعطى رسالة جميلة لكل شباب العالم، قيادة الجيل القادم إن شاء الله تعالى من خلال زيارة الأربعين، من خلال مسيرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نشوف النسبة يعني قرابة 60% أو أكثر من ذلك هم شباب يخدمون في مواكب الإمام الحسين صلوات الله طيب. بلا شك ولا ريب هذه تعبئة إيمانية تعطي للشباب وتغرس قيم الصبر والثبات عند هؤلاء الشباب طيب. لأننا بأمس الحاجة إلى إعداد جيل واعي ومثقف ويدافع ويحامي عن الأرض والعرض جميل. كما أعطونا في السابق دروسا وشواهد كثيرة للشباب. حسن شيخ خالد، يعني عندما نريد أن نتكلم عن حج بيت الله الحرام هناك منافع دنيوية وأخروية كالاقتصاد وأيضا البيع والشراء إضافة إلى الأمور العقائدية والروحية وغيرها، نجد هناك معارف لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، هناك تعارف ما بيننا وبين الآخرين نعم. يعني سماحة السيدة وحضرتك من رحتوا للحج أكو تعارف مع الأخوة المغاربة المصريين وغيرهم، تصبح هذه العلاقات وثيقة. اليوم نجد هذه رسالة واضحة للتعارف، فأبناء الشعب العراقي اليوم يفتحون كل بيوتاتهم نعم. بل قسم من أصدقائنا يخرج من بيته لأن بيته قريب على كربلاء نعم. فيجعل من أهله خداما للزائرين، يعني قسم ينامون على السطح في سبيل أن يسعد الزائر في الإقامة في بيته. إذن هذه الرسائل رسائل للتعارف، كيف لنا اليوم أن نقف عند رسالة الثبات مع دول الجوار مع الأخوة مع تلك العلاقات الاجتماعية ليس فقط الاجتماعية الداخلية إنما عالميا؟ نعم، هذه واحدة من أهداف الزيارة الأربعينية التي أسس لها أهل البيت عليهم السلام، قضية التمازج الذي يكون بين الأمم. تعرف يعني اللي يأتي لزيارة الأربعين من أمم مختلفة، وربما كانت بعض الأمم لديها عداء مع العراق مثلا وفي حالة حروب، ولكن هذا الانصهار الروحي والذوبان في حب الحسين سلام الله عليه قرب المسافة بين الأعداء. يعني عندنا أمثلة كثيرة، ترميم العلاقات، ترميم العلاقات من خلال حب الحسين سلام الله عليه. فنجد أن هناك فائدة وثمرة عظيمة من قضية زيارة الأربعين، هي طيب. شبيهة بشعيرة الحج في طيب. قضية التعارف سلام. والتعارف والاطلاع، ونجد أن كثير ممن كان يحمل صورة سلبية على الشعب العراقي أو من خلال المسموعات وجد أن هذا الأمر كان مجرد إشاعات ومجرد لأجل التفرقة بين أبناء بين المسلمين وبين أبناء المذاهب الإسلامية، تلاقح الثقافات. فالحمد لله نجد أنه هناك نتائج إيجابية جدا على المستوى المنظور، ونتوقع أن يكون هناك نتائج أفضل من خلال توسع دائرة الزيارة وتوجه الشعوب لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. والحمد لله هذا نقوله أنه بفضل الإمام الحسين سلام الله عليه صار هناك محبة وصار هناك تلاقح وصار هناك أيضا معرفة وتعارف بين المؤمنين، مما زاد في صلابة المؤمنين وعقيدتهم. وكان إجابا من قول السيدة عليها السلام السيدة زينب فوالله لن تمحو ولن تميت وحينا، هذا ما نشاهده اليوم من تلك اللقطات، يعني على الرغم ما يعني
بعد أكثر من 8 أيام تقريبا إلى أن نصل إلى الذروة. في الأمس في محافظة النجف تقريبا 5-6 ساعات في السيارة، على الرغم من الأخوة المرور والقوات الأمنية مسيطرة على الشارع وتمشي، ولكن بغزارة الزائرين 5 ساعات ونص يلا وصلنا إلى كربلاء. هذا دليل أن قوة الزيارة من النجف إلى كربلاء. فكيف إذا اقتربنا إلى 140؟ يعني هي الآن تشهد زيارة مليونية، الآن تشهد زيارة مليونية، ولعل الأخوة الزملاء يعني يكونون معنا، مؤيد الفرطوسي، ويحدثنا عن عدد الزائرين، لعل الأحداثيات قائمة معه اليوم. سماحة السيد، الذكر يتجدد مع الإمام الحسين عليه السلام، الجموع الغفيرة لعلها تنقل رسالة، أنت قلت الإعلام له دور كبير، ماذا على الزائرين من نقل رسالة واعية؟ وأنا أتكلم عن الشعائر ودورها وتقييمها وما أراده الإمام زين العابدين. أتأذن لي أن أصعد على تلك الأعواد؟ كانت بداية للشعائر الحنيفة، الشعائر الكريمة، الشعائر التي تؤدي بالإنسان نحو خط الإصلاح، وليس تؤدي به إلى أشياء أخرى هو يبتدعها. نحن ليس مع ابتداء الأشياء، إنما مع الأشياء التي أرادها أهل البيت عليهم السلام. في الحقيقة قضية الشعائر الدينية ما بقينا وما بقي الدهر، يعني إلى قيام الساعة. شوف، في كل سنة الخطاب الديني يتحدث يعني إلى حداثوية حسب الظروف وحسب الواقع وحسب التطور وحسب كل ما موجود. يعني الآن نشوف الإعلام اليوم يسلط الضوء على موضوعات هي يعني خلينا نقول قريبة من الشعائر الدينية، من أجل تهذيب وتجذيب بعض الأمور لربما تؤدي إلى الإساءة إلى بعض الشعائر الدينية. لذلك دور الحوزة العلمية ودور رجال الدين، شوفه يعني جهود استثنائية. طيب. من خطباء المنبر، من التبليغ، ومن التبليغ، من الإعلام اليوم اللي تشوف يسلط على موضوعات مهمة من خلالها. أنا أقصد لابد أن يصد، يعني سماحة السيد وسماحة الشيخ، صح لا أكره في الدين، ولكن إذا أكو أشخاص يسيئون إلى هذه الرسالة لابد أن يوقف. بلا شك، حقيقة بلا شك. يعني مشكورة قواتنا الأمنية، يعني قبل كم يوم ماكو داعي نذكر الحالة، يعني قد تصدت وألقت القبض على الكثير من يريد أن يشوه سمعة الزيارة. بلا كل الشكر والتقدير. شوف، هذا قضية الأمر من المعروف والنهي عن المنكر، يعني يعرف سماحة الشيخ تحتاج إلى تصدي، وتحتاج إلى إنسان يعني عنده معرفة وعنده اطلاع على كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو كل إنسان يجي هو يعتبر آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر. تعرف هذا بمراتب، بتراتبية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أنه هذا الإنسان يصبح إنسان مستقيم وينضم مع الجموع، ما يخرج خارج هاي الجموع اللي هي قاصدة قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دور خطباء المنبر ودور المؤسسات والرجال الدين والأكاديميين، هو جهود استثنائية. نحول لهذا السؤال، يعني سماحة الشيخ، يعني أنتم من ديالة، هذه المدينة هي تستضيف كثير الزائرين، يعني ملايين تدخل من، أعتقد هناك ساحة مخصصة، ساحة للاستقبال. أجمل ما يكون بها أن جميع السيارات تكون مجانية، جميع الطعام، توفير كل شيء. أنا أقصد هذه الانطلاقة، هناك منبر له أثر كبير في عملية التغيير، أهمية ودور المنبر الحسيني في رسائل التغيير ورسائل الثبات على العقيدة. أحسنتم. طبعا لا يخفى على الجميع أن للمنبر دورا رساليا في بيان أهداف الثورة، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وحقيقة من خلال غرس هذه المبادئ العظيمة لدى المؤمنين، وحيث أن هذه المبادئ أصبحت سلوكا، نحن هنا حقيقة نقول بأن من يريد زيارة الإمام الحسين ومن يريد أن يكون حسينيا لابد أن يكون سلوكه، منهجه، منهج الإمام الحسين عليه السلام. والحقيقة نجد أن المنبر له دور عظيم جدا، ورأينا بأم أعيننا كيف أن هذا المنبر قد خرج لدينا مجموعة كبيرة جدا ذهبت لأجل الدفاع عن العراق. صحيح. ونداؤهم هيهات من الذلة ولبيك يا حسين، وإلى الآن نعم. فهذا المنبر، هذا دور المنبر حقيقة. الآن في محافظة ديالة تجد أنه تأتي بالآلاف من منفذ المنذرية إلى ساحة الزائرين في منطقة جديدة الشط،
وحقيقة أهالي جديدة الشاط والمناطق المجاورة إلها وكل أهلنا, في هذه في المناطق وفي حتى هنا يعني اليوم. نعم. أنا شاهدت يعني سيارات الأخوة في الوقف السني يعني ينقلون الزائرين هناك. نعم. موكب للأخوة طلبة العلم من الأخوة يعني من الأخوة في الجانب في الوقف السني أيضا يوزعون. نعم. الطعام والشراب. نعم. رسالة يعني واضحة للشعب العراقي هو شعب واحد. نعم. جميلة جدا. هذا دلال ندل على شيء دل على أنه الشعب العراقي هو شعب موحد, وهي أيضا رسالة إلى كل من يريدون الفتنة ومن يريدون التفرقة بين الشعب العراقي الواحد, مو فقط لأخواننا في السنة, حتى أكو مواكب للمسيح يعني في يوم عاشوراء تشوف لهم مواكب, وأيضا يقصدون حرم أبي عبد الله الإمام الحسين مسيرا معه. هاي أيضا من خلال المسيرة تشوف هنالك إعلام يسلط الضوء على هذا الموكب. أنا لاحظت في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المسيح اللي هم في طريق كربلاء, وهاي فد رسالة أيضا رسالة عالمية, طبعا مو رسالة فقط هنا في بالعراق, لا وإنما رسالة إلى كل العالم إن الإمام الحسين هو خيمة للجميع, وكل محب للإمام الحسين مو فقط اللي هو من المذهب الإمامي أو الجعفر, لا بالعكس, بل كل المذاهب والأطياف يقصدون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه, ويبينون مظلومية أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. ديمومة هذه الرسالة كيف نحافظ عليها سماحة الشيخ؟ نعم, للمحافظة على هذه الرسالة كما نوهنا قلنا بأنه لابد للإنسان أن يتخذ من هذه الرسالة منهجا وسلوكا. يعني تعرف هناك مدرسة, هذه المدرسة تسخر من هكذا تضحيات, يعني من الإمام الحسين إلى أن ما وصلنا إليه في الشعب العراقي, ما قدمنا من شهداء من تضحيات, إنه لماذا هذا القتال؟ أنتم خب تستطيعون أن تجلسون في بيوتكم, تأكلون تشربون, تأتي إليكم الأموال, إلى شنو هذا القتال, شنو كذا. طبعا هذا مصطلح ومعنى لا يقبل به إلا الذي يرضخ إلى الأعداء, وحاشا للشعب العراقي, وحاشا للشعب. خلينا ننتقل إلى مؤيد الفرطوسي من كربلاء المقدسة. زميل مؤيد الفرطوسي إذا كنت تسمعني اليوم, يعني الحديث عن الزائرين ولا سيما خط النجف, يعني على اعتبار أن مطار النجف يعني باستمرارية من الصباح إلى المساء أجد كثافة واسعة بالخط الجنوبي. أعتقد أهالي بغداد من اليوم ينطلقون ابتداء من المحافظات الشمالية وانطلاقا إلى محافظة كربلاء. هل هناك يعني تقييد رسمي أو عدد رسمي لأعداد الزائرين الداخلة إلى كربلاء سواء من البر أو من الجو؟ نعم مؤيد. نعم دكتور, حقيقة أي عدد يعطى في هذا الوقت هو استباق للأمور, لأن الأعداد في زيادة مضطردة, هنالك ازدياد في أعداد الزائرين المتوجهين صوب المدينة المقدسة. نعم عدا المطارات والمنافذ الحدودية, كما تعلم هنالك منافذ حدودية بحدود 5 منافذ حدودية ما بين العراق وإيران, يأتي من خلالها الزائرون في أواسط آسيا وإيران, باكستان, الهند, أذربيجان وغيرها من الدول التي تعتبر إيران بالنسبة لها بوابة. هناك تحرك الكثير من الزائرين. نعم. من الأخوة. نعم. في أذربيجان. نعم. وغيرها. نعم. نعم. قدوم إلى كربلاء. نعم. نعم نعم, هذه المنافذ كلها مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال الزائرين من مختلف بلدان العالم. أضف إلى هذا وذاك المطارات المفتوحة على مدار الساعة لاستقبال الرحلات الجوية, سيما مطار النجف كونه الأقرب إلى مدينة كربلاء المقدسة. كما ذكرت في مقدمتك دكتور, هنالك أهالي بغداد قد بدأوا بنصب المواكب على الطرق الممتدة من العاصمة بغداد وصولا إلى مدينة كربلاء المقدسة. اضف الى هذا وذاك ايضا هنالك مواكب في مدينه الحله, محافظه بابل, الديوانيه, النجف, واضافه الى الموجوده داخل كربلاء المقدسه. كل هذه المواكب موجوده لاستقبال الزائرين التي اعدادهم تزداد. يعني نحن في مجيئنا من مقر اقامتنا الى مكان التصوير بصراحه نلاقي صعوبه في الوصول, هنالك كثافه وتواجد كثير للزائرين في اوقات مختلفه. ايضا هذه الاوقات هنالك زياده
زيادة في أعداد الزائرين مع حلول ساعات المساء، وبالتالي اعتدال درجات الحرارة نوعا ما مما يهيئ زيادة وكثافة لتوافد الزائرين على المرقدين المقدسين. طيب مؤيد، بخصوص يعني أعداد الزائرين، طيب هنالك إحصائيات تضعها. نعم نعم دكتور. نعم مؤيد، خليني يعني إن شاء الله أتواصل معك مع الزميل زين العلي. يعني اليوم الحشود تستمر بانطلاقة تعايش وسلام، حدثني عن التعاون. هناك أكو تعاون أمني وخطة أمنية متواصلة في كل المحافظات التي ينطلق منها الزائرين إلى كربلاء المقدسة. نعم زين. نعم حياك الله الزميل، حياك الله من جديد. نعم هناك تعاون وتوحيد للجهود الأمنية والخدمية داخل المحافظة وخارجها، يعني هناك تنسيق عالي المستوى بين الجهات الأمنية والخدمية، الدوائر الساندة، القوات الساندة، أيضا المواكب الحسينية. هناك دعم وتنسيق عالي المستوى بين القوات الأمنية الصحية الخدمية مع المواكب لتسهيل مرور الطعام والماء لهذه المواكب. وزارة الصحة أيضا. نعم زين. دار زين. صحة بابل أيضا. زين إذا تسمعني. يعني زين. أكثر من. طيب. زين إذا كنت تسمعني. عجلة إسعاف. نعم. 120 مفرزة. إذن أكو تواصل. نعم أكو تواصل رسمي، تواصل. نعم. مع أخواننا القوات الأمنية، مع اللجان الساندة، وزارة الصحة، النقل، كل الوزارات اليوم هي فاعلة في إحياء هذه المسيرة. كل الشكر والتقدير للزميل مؤيد الفرطوسي وجميع الإخوة الأعزاء الأبطال المفدون من بغداد إلى كربلاء، مع شكر الجزيل للأخ زين العلي وجميع الإخوة في محافظة بابل شبكة الإعلام العراقي. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ خالد على هذه الكلمات الطيبة. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول إلى الدكتور حامد النوري. شكرا جزيلا لك. حياكم الله دكتور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتظرونا بمحور آخر من محاور هذه المسيرة العظيمة، مسيرة الإصلاح، مسيرة انتصار الدم على السيف. إلى اللقاء.